هذوما ملاحظات على البرنامج بتاعنا؟ ليه؟ على مريم المولاه. قولي واش اللي تريدي وماني ناقص تزيدي، انا ربي يديك بيدي ورده وجرحني شوكا. من غير جاليس نجم تعيش فيصل ولا لا؟ لا. صحيح انك فكرت انت وزوجتك مش تبيعوا المنزل؟ هذيك هي الثنيه اللي ماشيين فيها. في راس العام ما تعملش هديه لا لا الحكم دي تبقى رشوه. مش هقول بيعاني لو خلفت، مش هقول نسياني لو صدقت. هي في العزه بالمرجاز، الجمهور ما عجبته كان المرجاز. اللي بعده مريم الوليه تغرم بقى. شو اسمه الفن؟ فن السنتين. حاتم بالحق لازمني نخرج، واليوم معناتها اليوم الختام وختامها مسك، وبالحق ما نجمش بالحق نحكي. مريم يا مريم يا مريم، شبيه شبيه خف خف سيدي.